اهلا بكم. في هذا الفيديو راح نعمل تنسيق الوان للطالب الناجح وتنسيق الوان مختلف للطالب الراسب. نحدد خلايا الدرجات ومن الصفحة الرئيسية تنسيق شرطي قواعد تمييز الخلايا ونختار اكبر من 50. نكتب اكبر من 49 وطبعا نختار باللون الاخضر ومن ثم موافق. من الصفحة الرئيسية تنسيق شرطي قواعد تمييز الخلايا اصغر من راح نختار اصغر من 50 وطبعا اللون الاحمر موافق. بنفس الطريقة راح نجي نحدد النتيجة. من الصفحة الرئيسية تنسيق شرطي قواعد تمييز الخلايا النص المتضمن وراح نكتب راسب بهذه الطريقة، وأيضا بنفس الطريقة تنسيق شرطي قواعد تمييز الخلايا النص المتضمن وراح نختار ناجح ونغير إلى اللون الأخضر ومن ثم موافق. إذا لاحظ أنه الدروس الناجحة راح يكون بها لون والدرس الراسب راح يكون بها لون آخر.